بحث كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكزيت ميشيل بارنيير رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي عن القيام بخيار إزاء مرحلة ما بعد بريكزيت، مذكرا بأن خروج بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي حتما إلى فرض حواجز تجارية وفق قوله. قال بارنيير إثر لقاء ماي والوزير البريطاني المكلف بملف بريكزيت ديفيد ديفيس إنه حان الوقت للقيام بخيار، قائلا إن الاتحاد بحاجة إلى الوضوح بشأن المقترحات البريطانية المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة والاتحاد.